أكيد يمكن هاي لحالها فكرة تانية من هاي الدورة ممكن تقدموها للأطفال وأيضا للمدربين اللي دربوا هؤلاء الأطفال. تفضل. في الحقيقة هو جزء كبير قوي من التحديات، يعني المشروع كله كمية التحدي الكبيرة اللي كانت موجودة فيه أن أنت توصلي لتقريب العلاقة ما بين الأطفال وما بين خلطهم أكتر بالمجتمع. بالضبط، خلطهم أكتر بالمجتمع. صح. الأطفال دول صحيح نعم بيتولدوا وعندهم احتياجاتهم الخاصة، وكتير قوي الناس بتتخيل ان الاحتياجات الخاصة دي مسؤولية الأب والأم، بس لا، بما انه اصبح بني آدم وموجود في المجتمع اصبحت مسؤولية المجتمع بالكامل. صح. واحنا جزء من المجتمع. في دورات جاي ولا لا؟ بإذن الله. بإذن الله احنا يعني مكرمين. هاي دورات مكفية ان شاء الله، مكفية بإذن الله. حلو كتير. وبإذن الله تكوني معنا في السيزون الجديد بعد اجازة الصيف، اجازة الطلاب الصيفية، نعم، يكون في سنة دراسية جديدة، نعم، ويكون عندنا عدد طلاب مرة تاني وبنخرجهم. حلو كتير. أستاذ جيمي احنا كتير متشكر تواجدك معنا، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الدورات القادمة، وأكيد برجع بهني كل الطلاب وأهالي الطلاب على تخرجهم من هاي الدورة اللي هي أكيد مميزة لهم. شكرا كتير لإلك. Thank you. وأنا كمان أحب أن أنا أشكر البرنامج، شكر خاص لروتانا خليجية على انها على تغطية الحدث. اكيد هذا دورنا احنا كإعلام. انا بشكرك كتير وبشكر القناة كتير قوي، وبشكرها على انها فتحت لنا مجال حتى ان احنا نوضح اكتر ايه المشروع بتاعنا. نعم. بشكر مركز راشد في المرتبة الأولى طبعا، وده طبعا بالأصالة عن نفسي وعن العاملين بالقائمين بالعمل بالمشروع. صح. سيد هاني منصور، مدام بيتي رياشي، نعم، سيد وليد فوال مدير الرمال، نعم، نتشكر أكيد القائمين على هاي الدورة واللي هي وهذا المشروع اللي هو يعتبر بحد ذاته تحدي. وبنشكر برضو مركز راشد للعلاج ورعاية الطفولة. أكيد. حقيقي، وكل العاملين مع مدام مريم عثمان. نعم. مديرة المركز، وفي نفس الوقت بنحب نقدم لك الهدية. شكراً. البسيطة دي. شكراً. وعلى فكرة ديت من إنتاج الأطفال إنتاج نفسهم. إنتاج الأطفال، أكيد إحنا بنشكرهم. الأطفال نفسهم عندهم. نعم. مشغل داخل المركز. نعم. وبيعملوا الحاجات ديت، و أكيد يعني إحنا بنشكرهم. إحنا حبينا إن إحنا نشجعهم وناخدها منهم ونوزعها. أكيد إحنا بنشكرهم كتير للأطفال اللي هن عطوا من وقتهم ليصمموا أشياء بتكون من عندهم من مخيلتهم الجميلة والبريئة. بنتشكركم من جديد ونتمنى لهم كل التوفيق. شكرا كتير لك. أشكرك جدا. مشاهدينا، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة سيجدون مكانا لهم للعمل في الفنادق، كما وجد الأخوة الخمسة الصم والبكم طريقة لكسب العيش من خلال فتح صالون رجالي خاص بهم يتعاملون فيه مع الزبائن بلغة الإشارة منذ 17 عاما. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميلة دانا الأشقر. شو له يفهم انت عايز بالظبط. في حي بولاق، أحد الأحياء الشعبية الشهيرة في مصر، يقبع صالون رجالي يديره الأشقاء الخمسة الذين يتعاملون مع الزبائن بلغة الإشارة فقط. شاءت الأقدار أن يحرموا من حاسة الكلام والسمع، فجميعهم يعانون من الصمم، لكن العزيمة والإصرار كانتا أكبر من أي تحد يعوق تواصلهم مع الناس. حلاقين يعني احسن من الناس اللي بيتكلموا اللي بيرجوا على طول، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني يعني تقف عند واحد حلاق مثلا بيتكلم رغاي بقعد لك لوك 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 لوك، ودول من حضرتك شاور لهم على اي حاجه انت عايزها، وبيفهم اللي انت عايزه ايه ويعمله على طول. هم هنا من 17 سنه هم الجماعه دول، فاول ما جيتهم كان في صعوبه الاول في المعامله معاهم، لان بالنسبه طبعا لما تكون انت بتتكلم تبقى صعب ان انت تتعامل مع واحد ما بيتكلمش، ولكن مع الممارسه ومع التعود تعودنا عليهم ان احنا نتعامل معاهم بالاشاره بتاعه. والله بيفهموا بسرعه، يعني هم حساسين جدا، يعني في منتهى الذكاء وما فيش رغي كتير، القصه اللي انت عايزها، الفورمه اللي انت عايزها،
وناس كويسين محترمين جدا، وهو كمان بيفهم بسرعه يعني حتى الزبون عايز ايه، طالما يعني جيت له مره وبعد كده هو خلاص ما بتجيله بعد كده هو بيبقى عارف انت عايز ايه. يقول لك انت في الضيق من الشغل، في زبون مضايقك انت في الشغل، يعني في وفي، بس هو يعني ده اكل عيشه. مزيج من الصبر والإصرار دفع محسن وأحمد ورمضان ورضا ومحمد للإقبال على الحياة، معتمدين على ذاتهم وذكائهم الفطري الذي وهبه الله لهم عوضا عن نعمة الكلام، وبمساعدة شقيقهم جمعة الوحيد الذي يتكلم بشكل طبيعي. بيقولك بيحبها عشان هي شغلانة تمام كويسة يعني مستريح فيها. كلام مفيش يعني. بيقولك أنا بعمل شغلي وكل حاجة، أنا ما بتكلمش. بيقولك الزبون اللي أنا عارفه بشتغل على طول، اللي أنا مش عارفه باخد ودي معاه بفهم طلبه وبقصله على طول. هما اخواتي ما بيتكلموش الاربعه، وهم بيحبوا شغلهم وشاطرين في الشغل، والزبون مرتبط بيهم، بيجي المحل بيجي على طول بقى عندنا في المحل، ما بيروحش تاني في محلات تانية. شباب احبوا الحياه رغم اعاقتهم املا في غد افضل، واصابعهم الذهبيه هي مصدر كل قرش حلال يدخل لهم، وهي ايضا مصدر اعجاب جيرانهم الذين سلموا لهم رؤوسهم وذقونهم احتراما لنضالهم واعجابا بمهاراتهم. ايوه بيقول لك صعبه، والحمد لله دلوقتي انا كويس. يا ربنا يا عبد، يا ربنا عبدك والملك ده ملكك، يا ربنا عبدك والملك ده ملكك، ارزقني من عندك ولا تحرمنيش يا رب. رجعنا لكم أكيد مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وبحب أني أنتهز الفرصة وأرجع أتشكر الأطفال اللي قدموا لنا هدايا لبرنامج يا هلا اللي هي كانت من صنع إيديهم، أكيد إحنا كتير متشكرهم بدوري أنا أيضا، وبتشكر كمان أكيد علي أنت بتتشكرهم. طبعا أنا أشكرهم الحقيقة، شيء حلو واللون جميل، ولكن الأجمل الحقيقة هذه الروح، وأنه هذه الهدايا تأتي من يعني هذه الفئة اللي هي مهمة في مجتمعنا، وهذا خير دليل على أي أحد محبط من الأسوياء عليه أن يتعلم من هؤلاء، لأنه الحقيقة قدموا شيء حلو، الهدية قدرها عندنا كبير صراحة لأنه منهم بالذات. صحيح.